أمسية طيبة مشاهدينا. متواجدون هنا بملعب 5 جويلية بالعاصمة، هذا الملعب الذي سيحتضن حفل افتتاح الألعاب العربية في طبعتها 15. إذن بعد أقل من 24 ساعة سينطلق الحفل، والجزائر بلد الأخوة والسلام، وكما عودتنا هي السباقة للم الشمل. ها هي اليوم تجمع الشباب العربي في أكبر حدث رياضي وهو الألعاب العربية. ما يزيد هذا الحفل بهاء هو تزامنه والاحتفالات المخلدة لعيدي الاستقلال والشباب. بالعودة للحديث عن حفل الافتتاح، سيكون مقسم لجزئين، الجزء الأول يخصص للكلمة الترحيبية، فيما سيكون الجزء الثاني لباقة من الأغاني والفولكلور الذي يعبر عن الثقافة والعادات الجزائرية. ابقوا مع هذا الحدث، لا تفوتوه هنا في ملعب 5 جويلية بالعاصمة. بداية يعطيكم ألف عافية. يعني إحنا بصراحة نحب نشكر الشعب الجزائري واللجنة المنظمة لدولة الألعاب العربية في الجزائر على هذه الاستضافة المثالية. الترتيبات والتحضيرات والإجراءات الدخول من المطار حتى وصولا إلى مكان إقامة الوفد الإعلامي كانت مرتبة على قدم وساق. كل الترتيبات وكل التحضيرات كانت موجودة. وجدنا تعاون كبير من اللجنة المنظمة وخصوصا من اللجنة العليا المنظمة للإعلام بخصوص تسيير عمل الإعلاميين في هذه البطولة، وطبعا هذا شيء يشكر عليه. يعني بالرغم من ضيق الوقت ما بين استضافة البطولة أو أعطاء البطولة للجزائر استضافتها، لكن بصراحة استطاعت الجزائر إنها يعني تخطو خطوات واسعة في تقديم استضافة مثالية لحديث هاي اللحظة. وإن شاء الله بنتمنى لهم إنهم يكون يعني يتابعوا هذا العمل وهذا الإنجاز إن شاء الله في باقي أيام البطولة اللي راح تنطلق يوم غد إن شاء الله. كثرة جملة بارك الله فيكم بالزاف. نرقد بكير. أنا ما كنت أعرف يعني نرقد بكير، طلع معناها ننام بدري، فنرقد بكير كان يحكي لي راح نرقد بكير، فأنا ما كنت أفهمها، بعدين عرفت ننام بدري. ولكن أكيد إحنا الشعب الجزائري جميل، اللغة جميلة، الحضارة جميلة، والتقاليد هذا الشعب جميلة جدا، إحنا بنحترمها كعرب. معرفة الشعب الجزائري الودود الطيب الذي استقبلنا بالترحاب بدءا من المطار وصولا إلى موقع السكن وصولا إلى المركز الإعلامي. هنا كل الأجواء الحقيقة لمسنا فيها أجواء من التفاعل الإيجابي كشعب وكلجان معدة للحفل الافتتاح الذي أتوقع أن يكون مبهر، كما هم الرياضيين في الجزائر مبهرين وأبطال وعودونا أن نصفق لهم دائما. أنا الحقيقة يعني سعيد، وكل أعضاء الوفد العراقي الإعلامي اللي متواجد معنا متفاعلين. بسم الله الرحمن الرحيم، بدءا نهني الشعب الجزائري بمناسبة عيد الاستقلال وكذلك إقامة هذه الدورة التي تتزامن مع هذا العيد المبارك. بالتأكيد الجزائر هي اللي أول مرة نزورها ونسمع عنها ونقرأ عن تاريخها وعن جمالها وعن جمال طبيعتها والجو حقيقة الجميل، وهي فرصة كمصورين أنا من العراق أن نزور المناطق السياحية، نطلع على الأماكن التراثية، على أسواق، على ما موجود بالشعب الجزائري من جمال طبيعة، من تراث، من آثار، وإن شاء الله سنوثقها ونرسلها إلى بلدنا العزيز العراق. شكرا جزيلا لكم وشكرا على الاستضافة. يعني تعرفين كل مكان إنه عندما يصل الشخص هناك صعوبة، لكن أكيد التنسيق العالي هو من يسهل جميع هذه الأمور، وبالتالي ستكون هناك لقاءات مع الأخوة الصحفيين الجزائريين والمصورين والمسؤولين، وبالتالي خلال الأيام المقبلة إن شاء الله سيكون التنسيق على مستوى عالي، وسيكون هناك لقاءات واحتكاك وتعارف وتقارب كذلك، وبالتالي إنه هذه الأمور كلها ستكون متاحة لنا. نحن سعداء حقيقة بوجودنا في الجزائر، سنزور عدة مدن إن شاء الله حتى لتغطية البطولة وكذلك لأجل أنه السياحة. شكرا. ستار المنصوري، صحفي ومصور من العراق. كانت معكم كريمة بن شيخ.